أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية تعقد في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث. وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، أوضح الرئيس السيسي أن الدول الأفريقية تقف في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها لاستكمال مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة. تأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد، مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث. وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة. وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لهم، إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.